الحمد عادي يعني. لله. لا عادي لسه طبعا راجع، باخد نص ساعة في 25 دقيقة. الحمد لله يعني قدرت ألعب شوية اللي نزلتهم، وبقول الحمد لله مبروك يعني. وليد خلاص انتوا صعدتوا للمربع الذهبي زي ما بيقولوا، الامور اللي جايه بقى الوضع بقى الزمالك والاسماعيلي واحتمال الانبي او الحرس، هتبقى اكيد مباريات صعبه. والله لسه احنا ما خلصناش المرحلة دي، اما نخلصها ان شاء الله نفكر في الماتشات التانية ان شاء الله. الاهلي شديد.